انا راه مريضه وانا يبان لي السكر وانا يبان لي السكر. احنا رانا كاريه مع بنتي كاريه القبيت انا وياها ونسيبي ما صايبه في نخرج ولا في ندخل ولا في ندير وشرينا باش نديروا الحياه بيناتنا وما جابش الله هاد السيد نحنا 4 سنين هادي وحنا تنساين وهادشي اللي بقى في العمر بقينا شحال العمر ديالك شحال العمر ديالك وهادشي عاد 78 ولا 79 وراك شي يا وليدي انا ما قاريه ما عارفه العمر شحال فيه هانتوما تتشوفوا والملك تيشوف فينا طلبوا الملك خلي لينا مالكنا خلي لينا مالكنا اعطينا حقنا دابا انا مالكنا دابا شنو انا راه مريضه وانا عيبات لا فيا السكر وانا عيبات لا فيا السكر منو كنتمنوا من هاد الناس يديروا معانا شي حل الالتزامات عندي كاملين في يديا ثلاثه الالتزامات اللي درنا معاه انا خويا دابا انا شريف هاد المنطقه في المشروع تاع في العراويين دابا واحد المده تقريبا غادي 3 سنين ولكن لحد الساعه ما داروا معنا حتى شي حل وانا كاري دابا عندي افراغ اخر شهر 30/6/2023 يكون الافراغ خاصني نخرج دابا المحل الحوايج ديالي فين غنديهم غنلوحهم الزنقه ما يمكنش خرج القرار ديال الافراغ نعم خرج القرار ديال الافراغ صافي دابا خدت عندي قرار الافراغ القرار ديال الافراغ انني اخر اجل هو 30/6/2023 خصني نكون برا خصني ندي الحوايج ديالي خصني نجيبهم من المحل ديالي اللي شاري هنا وهنا قالوا لك حرقه حتى 2024 عاد ماشي يمكن يسلمونا المشروع يسلمونا الشقه وانا عندي التزام مع مول المشروع باننا لو 31/5/2023 خصه يسلم لينا الشقق ديالنا وما وفاش بالعهد ما وفاش بسميتو بالاتفاق كان النتيجه ديالو انك تشردتي ودابا راه تشرد دابا عن طريق هذا الشيء هذا المشكل هذا راه خلانا دابا غادي نكونوا متشردين برا في الزنقه وانا ما يمكنش نلوح حوايجي في الزنقه وجيت خصني نجيبهم لهنايا للدار ديالي اللي شريت هذا دابا 3 سنين غادي في 3 سنين دابا وما باقي ما داروا معايا حتى شي حل انا خلصت 140000 درهم يعني 14 مليون ولكن فلوسهم ديالهم ديال الكاش راه موجودين عند اليد الوقت اللي يعطوني يغوتوا عليا بسم الله راه فلوسهم موجوده وكاين معايا اللي كاش مخلصين كاش نعم كل شيء يعني كاين اللي مخلص كل شيء 5 ولا 10 الناس مخلصين كل شيء وما استفدوا حتى حاجه بالنسبه لي انا شاريه في 2020 مخلصه كاش داروا معايا مده ديال 6 شهور وغادي نتسلم السكن ديالي دازت مده عام ما كاين والو التزموا معنا التزامات اخرين بالنسبه لي انا والساكنه كامله ماشي غير انا بوحدي تقريبا شحال ديالكم دابا 3 سنين باش انا ديال الناس تقريبا الساكنه كاينه شي 450 اللي كاينه في الساكنه فهمتيني التزم معنا الباشا القيد المقدم وممثل الشركه اللي كاينوا على المسؤول ومع 4 ديال الناس من الساكنه ديالنا اللي التزموا معاهم في التاريخ ديال نهار 30 30 فاش كان الاجتماع نهار 30 في 2012 سنة 2022 التزاماتهم باش كطالبوا نتوما دابا كنطالبوا بالسكن ديالنا ويلتزم معنا حتى تخرج ليه هو التيفيه ولا شغلو هذاك حنا باغيين ندخلوا للسكن ديالنا ضررنا
الناس راه محكوم عليهم بالافراغ، الناس الدراري باغي تدخل المدرسه، فين غادي يمشيو هاد الناس؟ المشروع كامل، المشروع كامل ما خصها حتى شي حاجه. الموطوخ قاطعينو، راه هو اخويا نمشي دابا نطلق لك الموطو كيقطعوا علينا. الما كاين، الطو كاين، كلشي كاين. البارتمات كلشي، الشقق كلها مصلوحه بفينيا، يعني ما فيهاش شي مشكل. السكن جاهز، حنا كنطلبوا بالتسليم دابا، هذا هو اللي كاين اخويا. عاش الملك، وكنطلبوا من صاحب الجلاله والمسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء. عاش الملك، عاش. جيت لهذ الاقامه شريت فيها، شريت داري كاش في الهراويين، كاش ما كتساني حتى ريال، 25 مليون كيدي ويجي فيا من 2020 وانا دافع عليه، وكيدي ويجي فيا. انا دابا ما عنديش فين ندي ولادي، وما عندي ما ندير، كنجي فين ما نجي الاداره كيصدروا فينا. اليوم غدا، اليوم غدا، هاد الشهر، هاد الشهر راه عينا. ورغم ذلك درنا مع واحد الالتزام ديال نهار 31 دو جانبير غادي يسلم لينا الشقق ديالنا، وما سلمهمش لينا، وحنا باقي كنتسناو. وزائد هاد الشيء قال لك اسيدي دعانا عند الوكيل بان فرقعنا ديوره، حنا ما فرقعنا حتى شي دار اسيدي. انا بغيت يشوف النمره ديال الدار ديالي، شوف انا ما فرقع حتى حاجه، انا كنطلب على حقي. بغينا ندخلوا لديورنا، لقينا لا سيكيورتي حابسيننا في الباب، ما مارسين حتى حاجه. بغيت انا على حقي، انا ما عنديش فين ندي ولادي. انا راه عطيته كاش، ما كيتساني ما كنسالو، خصو يعطيني رزقي. داكشي اللي كنت نجوع وكنعطش وكنشوف الحاجه في الزنقه كنتشهاها وما كنقدرش ناكلها، ما كنقدرش ناكلها على حساب باش نجمع باش نشري هاد السكنه، باش نشريها باش ما يبقاش يدق عليا مول الكره ونقول لي هاك فلوسك، وانا راه جيعانه وعطشانه وعريانه. الناس شاهده عليا نهار الحد، نهار الحد ما خلاونيش ندخل، ما خلاونيش ندخل، وضربوني في رجليا، ها رجليا، ها رجليا، وعندي السكر، وعندي السكر، وما خلاونيش ندخل، وما خلاونيش. فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ واش انا جعت وعطشت باش نبقى في الزنقه؟ ما نبقاش في الزنقه، انا بغيت ندخل، انا مخلصه، وانا مخلصه عاطيه وفلوسي عندي، ما عنديش البنكه، فلوسي عندي، يدخلني بالقانون ونعطي فلوسه بالقانون. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.